ولات هاد الهشاشه في هاد النقابات الكبرى العظمى الاولى اللي كتاخذ الفلوس الاكثر من الناس كاملين، ولات كتخاف دير حفله ليله قبل العيد ياك ما عوالين تصوموا غير 28 يوم وكاع. انا بقيت كنفكر قلت والله الا عندهم الحق، لانهم تيتعاونوا مع الاحزاب ديال البلوكاج تيتعاونوا معاها باش يطيحوا العداله والتنميه. اذا هادو ولاو نقابه ديال الباترونات الكبار جدا جدا ماشي ديال العمال. انا هذه رساله كنوجهها للعمال والعاملات اللي موجودين في هذه النقابات، يفيقوا من القلبه يفيقوا من القلبه ويعرفوا رؤوسهم مع من، لانه حنا بهذه المقالب، وسمحوا لي ما بغيتش نستعمل الكلمه الدارجه لان هي اللي مناسبه. اللهم اني صائم. اتفاقات المهزله، لا لا تمالا اتفاقات المهزله. هاد الشعب هاد الشعب بالعمال ديالو بالرجال ديالو بالنساء ديالو بالموظفين ديالو بالموظفات ديالو بالاغنياء بالفقراء ديالو بالفلاحين بالاغنياء المعقولين بغى المعقول بغى المعقول بغى الصدق. الى صوت على العداله والتنميه طلع العداله والتنميه. الى بغى عبد الاله مكيران يجي عبد الاله مكيران. الى بغى اخنوش يجي اخنوش. اما نتولي عندنا حكومه كل شيء عارف بلي وصلات بالفلوس ووصلات بالنفوذ ووصلات بالتوصيات ديال رجال السلطه ووصلات بالكذوب والخداع